اهلا وسهلا بكم متابعينا بلاسه الكتروني. اليوم عندنا عرض جديد، هو عباره عن قلايه بدون زيت او دهن، طبعا قلايات ماركه المانيه. عندنا الحجم هذا اللي هو 2.5 لتر، شاشه ديجيتال مثل ما تلاحظون. الحجم الثاني اللي هو 4.5 لتر، ايضا بشاشه ديجيتال. والحجم الاخر اللي هو عباره عن مايكروويف، طبعا هذا مايكروويف ماركه المانيه بنظامين يشو يحمي. راح نجرب وياكم القلايه اللي ام 2.5 لتر، طبعا راح اخليه هيجي، طبعا هنا تشكل. راح اشغل مثل ما تشاهدون هاي الشاشه، مثل ما تلاحظون راح نزيد التايمر، هذا عباره عن الوقت اضافه الى، راح نشغله من يوم يطلع لك الشاشه، بالشاشه يطلع لك دجاج او اذا تريد فينجر او اذا تريد يعني شواء او كيك مثل ما تلاحظون. احنا ضفنا الدجاج، راح نخليه على الدجاج مثل ما تشوفون، حددنا وقت 20، ننتظر الى ان يستوي الدجاج. نيجي على المايكروويف، طبعا مايكروويف بي سي باية مثل ما تشاهدون، شاشة داخلية مختلف الاكلات تقدر تسوي بيه. طبعا راح نجرب وياكم تجربة عملية، جبنا قالب طبعا هذا الثلج راح اخليه بالمايكروويف، نشوف شلون طريقة مالته. نغلق الباب، طبعا احنا شو راح نسوي بالبداية؟ راح نروح على المنيون فرهيجل، تطلع على الشاشة طريقة الشواء على شكل كوب او سمك او دجاج. راح اخليه على الكوب بما انه احنا نريد يعني نحمي، راح نضغط على هاي، راح يبدي دقيقة ونص يبدي يحمي، طبعا هذا هو محدد لك اوتوماتيك مثل ما تشاهدون. راح نشوف الثلج شلون راح يمر، مايكروويف جدا قوي. طبعا راح نشوف الثلج هسه حاليا، هذا ما يصار، مايكروويف جدا قوي ورائع. راح نجرب هسه القلايه، راح نشوف الدجاج شلون استوى او لا، راح اطفيها من هنا عن طريق اللمس طبعا. مثل ما تشاهدون استوى، طبعا قلاية جدا رائعة. شكرا لكم، تحياتي. خدمات التوصيل موجودة مختلف انحاء العراق.